الاطفال طالع لنا بموضه دلوقتي اسمها البانكيك. ازاي تعملي البانكيك هو كمان صحي، ده اللي هنعرفه في كيدزاسيا. اول حاجه هتحتاجي كوبايه من التمر الرطب لانه هو سهل ان هو يتطحن بسهوله. تضيفي معاه معلقتين كبار من اللبن واطحنيه في الكبه لحد ما يبقى ناعم قوي. خدي الخليط ده وضيفي له تقريبا كوبايه من الدقيق، معلقتين كبار من الكاكاو وكوبايه من اللبن، وما تنسيش تزودي بيضتين عشان تعلي القيمه الغذائيه. زودي كمان ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر واخلطي الخليط ده كويس قوي لحد ما يبقى قوامه زي القطايف. سخني شويه زبده في الطاسه، بسيط جدا كانك هتعملي الكريب. انزلي بالخليط ده في الطاسه وحاولي انك تعملي اشكال شبه بعض او دوائر شبه بعض، بحيث انك لو حبيتي تقدمي طبقات من البانكيك يبقى سهل يبقوا شبه بعض. احشي البانكيك ده بالموز، ممكن بزبده الفول السوداني، ممكن كمان تزودي الكريم شانتي لو حابه على الوش، وهو كده هيفتكر ان هو بياكل بانكيك شوكولاته، لا يمكن ابدا يفتكر ان ده بلح.